هنتكلم في الفيديو ده عن شابتر 3 من منهج الصف الثالث الإعدادي من برنامج Visual Basic .NET. هنتكلم على الكنترولز أو أدوات التحكم. الكنترولز اللي هي الكائنات أو الكلاسات اللي أنا بعد كده هضيفها وهتحكم في خصائصها أو البروبرتي خاصة بيها. إحنا بنتكلم على برنامج هنشتغل معاه عملي، فلازم يكون متثبت عندي على الجهاز اللي هو Visual Basic دوت نت، وبختار اي نسخة. انا بختار النسخة اللي عندي مايكروسوفت فيجوال بيزك 2008 اكسبريس اديشن، دي النسخة اللي عندي. اول ما بفتح بيظهر لي المظهر ده. هنتكلم على واجهة البرنامج او الانترفيس، وهنتكلم برضو على اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت او بيئة التطوير المتكاملة، ازاي انا هقدر اتعامل معاها. عشان افتح البرنامج لاول مره بيظهر لي الستارت بيج او صفحه البدايه بالشكل ده. صفحه البدايه بتعرض عليا ريسنت بروجكتس، البروجكتس او المشاريع اللي انا عملتها مؤخرا ممكن اختار من خلالها او افتح حاجه غيرهم او اعمل كرييت انشاء بروجكت جديد. فما بضغط على بروجكت هنا بيظهر بيسالني من نيو بروجكت دايلوج بوكس، هو ويندوز فورم ابلكيشن، هتعمل ويندوز فورم طبعا ده الديفولت، هقول اوكي okay. هتسمي البروجكت بتاعك ايه؟ بياخد اسم ديفولت افتراضي ويندوز ابلكيشن 1، وطبعا بعد كده ويندوز ابلكيشن 2 وهكذا. يا اما بسمي اسم بتاعه او بخليه الاسم الديفولت او الافتراضي وبضغط اوكي. بيتم على الفور انشاء ارضيه للكنترولز بتاعتي او ادوات التحكم اللي انا هضيفها، والاوبجكت ده اسمه فورم، واخد طبعا اسمه فورم 1 كاسم افتراضي. ده الشكل اللي بيواجهني او اول ما بفتح بروجكت جديد وبختار ويندوز ابلكيشن. هنتكلم على النوافذ دي والبينز او البانل، وكمان المنيو سيستم بتاع البرنامج. البرنامج بتاعي قلنا التايتل بار فيه اسم البرنامج والنسخه بتاعتي والابلكيشن اللي انا هنتجه، وطبعا اقدر اقفل من هنا. عندي كمان انا بتعامل مع منيو سيستم او نظام القوائم، قائمه فايل على سبيل المثال ممكن اعمل منها كلوز لانهاء البروجكت ده او كلوز بروجكت في النافذه دي او الكلوز بروجكت، او اقول له كمان اكزيت انهاء للبرنامج نفسه او ريسنت فايلز، برضو بيدي لي نظام اختار من القوائم. يعني اعطي لي كمان في النظام ان انا اختار من التول بارز. التول بارز اشرطه الادوات، بيشوف مجموعه ادوات وبيعرضها لي كايقونات ان انا ما ادخلش في المنيو من منيو بار واقدر ادور وافضل ادور عليها، لكن بيظهر لي الادوات الاكثر استخداما في شريط ادوات اسمه ستاندرد تول بار. لو حبيت اظهره واخفيه بعمل كليك يمين واخفي ستاندرد، او اضغط كليك يمين واظهره تاني. وكذلك برضو عندي بعض اشرطه الادوات اللي بعدين ممكن نحتاج ليها ونظهرها ونخفيها. ولو حبينا نظهر ده ونخفيه من قائمه، بالتاكيد قائمه فيو معناها عرض، عايز اعرض واخفي التول بارز بتحكم في التول بارز بالعرض والاخفاء برضو من هنا. بعد التول بارز بلاقي هنا التول بوكس. التول بوكس ده صندوق الادوات، الادوات اللي هي الكنترولز ان انا هبدا ادرجها او اضيفها على ارضيه الفورم بتاعي. طبعا في ادوات شهيره هناخدها وهنشوف برضو الخصائص بتاعتها. ازاي اظهر التول بوكس ده واخفيه؟ لو قفلته من هنا طبعا اختفى. اظهره ازاي؟ بنفس القاعده من قائمه فيو، فيو منيو، بختار اسم التول البوكس اللي انا حبيت اللي انا اخفيته هنا تول بوكس. بالتاكيد ممكن لو مكانه مختلف اعمل كده كليك اند دراج، اوسع او اضيق بالنسبه للتول بوكس بتاعي. طيب التول بوكس بتاعي لو مضيق عند المكان وانا عايز يعني اخفيه اخفاء مؤقت، بنشوف كده البين تول دي او الدبوس ده، بضغط على السهم اللي جنبه واختار طبعا على البين دي اخفيها منها واظهر كده تاني. ممكن هنا اعمل اوتو هايد، اوتو هايد يعني اخفاء بالشكل دوت. ممكن اختار اوتو هايد بحيث اظهره وقت الحاجه. ممكن اضغط على البين تول او هنا اثبته تاني من البين ده. ممكن هنا اختار اوتو هايد برضو من هنا. ممكن اخليه عائم فلوتنج، فلوتنج يعني عائم بالشكل ده، احركه في اي مكان انا عايزه بالشكل ده. ممكن اضغط تاني واقول له لا خليه دوكابل، دوكابل يعني راسي او ثابت في مكان، فبيقول لي يلا. بمجرد ما بحركه كده بيظهر عندي حاجه اسمها فيزواليزر، يقول لي انت عايز تحطه فين؟ بالشكل ده على اقصى الشمال ولا فوق ولا شمال ولا، بشوف طبعا فيجواليزر ده وبضغط كده بيجيبه لي في الجزء اللي انا عايزه. اذا برضو اقدر اتحكم في التول بوكس، وكذلك طبعا كل النوافذ دي بنفس الفكره، كل دي بنفس الفكره. ممكن اضغط هنا اقول له خليه لي تاب، تاب يبقى في تاب زي دي كده بالظبط، كلمه تاب يبقى موجود هنا. لكن على العموم لو انا قفلت كل حاجه من هنا
وبوظت الدنيا بعد ما قعدت اجرب، وحبيت ارجع الادوات دي تاني. طبعا من فيو بقول له اظهر لي البروبرتي ويندو، اقول له فيو اظهر لي التول بوكس، ومن فيو بقول له اظهر لي السولوشن اكسبلورر، بيظهروا. طب لو انا بوظتهم وحطيت حاجه فوق حاجه وشمال ويمين وبالشكل ده، باجي هنا برضو من ويندو واقول له ريسيت ويندو لاي اوت، يبدا يعمل لي الوضع الافتراضي بقى من غير ما انا عدلت اي حاجه. التول بوكس بالشكل ده هعمل له تثبيت من هنا. طبعا انا بقول الكلام ده لان احنا هنتعامل مع البرنامج، ولازم نتقن ازاي اتعامل مع البرنامج. مش هبقى مبرمج وبعدين شريط ادوات يختفي مني ما اعرفش اعرضه. زي ما دخلنا في قائمه فيو عشان نعرض ونخفي الادوات بتاعتي، لان عندي برضو على الستاندرد تول بار لو اخفيت البروبرتي ويندو، هنا بلاحظ ان هنا بروبرتي ويندو تظهر تاني. طب السوليوشن اكسبلورر برضو بظهره من هنا، سوليوشن اكسبلورر. التول بوكس برضو عندي اداه لو اخفيته تول بوكس بيظهر من هنا. اذا انا اقدر اعرض واخفي من المنيو اللي اسمها فيو، او من التول بارز او التول بار اللي اسمه ستاندرد او قياسي. نبتدي نتكلم على اللي منطقه العمل او الاريا دي اللي بشتغل معاها. اول ما بفتح بيجيب لي فورم افتراضي او نموذج، واخد اسم فورم 1، واخد حجم برضو او سايز افتراضي. انا عايز اغير في الخصائص دي. احنا موضوعنا ازاي نتعامل بقى مع الفورم ده اللي هو ارضيه البرنامج بتاعي، النافذه او الويندو بتاعتي، ازاي اتعامل معها واغير من خصائصها. اعرف يعني ايه خصائصها. اول طبعا قائمه الخصائص او البينز دي قلنا ممكن نتحكم فيها. انا ممكن احركها بالشكل ده هنا واكبرها شويه عشان ابدا اتعامل معاها. هنا بلاحظ ان البروبرتي او الخصائص بتاعتي مترتبه ابجديا. انا لو جيت هنا قلت له A to Z هيترتب ابجديا بالشكل ده، وانا بفضل طريقه التعامل معاها مع الخصائص دي ابجديا. هنا اول خاصيه بتقابلني نيم، الاسم. اسم الفورم ده ايه؟ كلمه نيم معناها لما هدخل في الكود وهقول له مثلا كبر لي الفورم 1 او لونه لي، هقول له هسميه ايه؟ فبستدعيه باسم معين. يبقى النيم هنا هو الاسم اللي بتعامل بيه او بستدعي الفورم ده في الكود بيه. بلاحظ طبعا في يعني خصائص هنا متعدده للفورم. احنا هناخد مش كل الخصائص، هناخد الخصائص المهمه او الاساسيه. نتكلم عن خاصيه تانية مشابهه طبعا للنيم، وهي الخاصيه تكست. والاثنين بياخدوا نفس القيمه اللي هي اسم الفورم 1 كاسم افتراضي يعني. لكن الخاصيه تكست هنا معناها النص اللي هيظهر او الخط اللي عايزه او الكتابه اللي هتظهر. هنا اسمه فورم 1 عايز اسميه مثلا سامح، فهنا كلمه سامح هلاحظ ان هي هتظهر عندي كعنوان للفورم زي ده بالظبط اللي بيظهر في التايتل بار. يبقى الخاصيه دي لتكست هو اللي بيظهر على الكنترول او على الاداه بتاعتي. يعني لو جبت بطن مثلا وضغطت عليها، وهنشوف بعد كده ننظر بطن ازاي، بلاحظ ان اخد اسم بطن 1. انا عايز اقول مثلا اوكي، اكتب هنا مكان الخاصيه تكست هغيرها لاوكي. يبقى اذا الخاصيه تكست هو الكلام اللي بيظهر على الكنترول بتاعي. بلاحظ ان لو انا ضغطت على بوتون 1 بالشكل ده، بلاحظ ان البروبرتي منيو كتب فيها بوتون 1. اذا الخصائص دي كلها اللي انا هغيرها وهعدل فيها هتخص البوتون 1. طب انا عايز اغير من خصائص الفورم، ارجع للفورم بكليك عليه، بلاحظ ان البروبرتي ويندو ظهر فيها فورم 1. اذا برضو لازم اخد بالي، لان الادوات في الغالب في كتير منها متشابه، فلازم ابقى عارف انا بغير في خصائص ايه، بحدده اولا عشان ابتدي اغير في الخصائص بتاعته. في خاصيه تانية هنتكلم عنها وهي الباك كلر. باك كلر يعني لون الكتابه. انا محدد طبعا ابجديا، بختار باك كلر وبضغط على الباك كلر وبضغط على السهم واغير واخلي لون الفورم اي لون مختلف. هختار مثلا هايلايتد بالشكل ده. اذا انا غيرت خاصيه الباك كلر او لون الخلفيه بتاعت الفورم. في طبعا خاصيه اخرى بتسمى الفور كلر. فور كلر يعني اللون الكتابه بقى اللي بيظهر على الفورم. بدور على الفور كلر اهي، واختار مثلا لون تاني وليكن اختار كاستم، وهنختار اللون الاحمر بالشكل ده. بلاحظ ان انا غيرت الفور كلر بتاع الفورم. بتاع ايه؟ بتاع الفورم. طب ايه اللي اتغير معايا؟ ده الفور كلر بتاع البطن. ما انا مقصود ان انا اغير الفور كلر او اللون الامامي بتاع الفورم. اذا اي اداه هتتحط على الفورم وهتاخد اسم خاصيه تكست هتورث من الفورم نفس الخاصيه دي بتاعت الفور كلر. هنتكلم تاني عن خاصيه خاصه بالفورم، وهي خاصيه وليكن السايز. ندور على حرف الاس، ولاحظ ان السايز بتاع
بتاع الفورم بتاعي، ادور على الفورم الاول هنا وادور على السايز اس اهو، اعطي لي 300 في 300 بيكسل، يعني 300 عرض و300 طول. انا هخليهم 500 على سبيل المثال، في 500 هخليه شكل مربع، 500 في 500 انتر. بلاحظ ان السايز بتاع الفورم هنا اتغير 500 بيكسل في 500 بيكسل. نشوف اقصى استفادة من البروبرتي ويندو او نافذة الخصائص دي. لو عملت عليها كليك يمين هلاحظ ان هي انا عملتها فلوتنج، يعني عايمة، بحطها كده في اي مكان بعومها. ممكن اقول له لا خليها لي دوكابل، يعني ثابتة، هترسى. ترسى فين؟ لو جيت هنا قال لي حطها اسفل بالشكل ده، لا انا هاجي هنا وهقول له حطها لي في اسفل السولوشن اكسبلور. اخترت من الفيجواليزر ده السهم اللي تحت. ممكن كمان اضغط كليك اند دراج عشان اوسع لها مكان بالشكل ده، وكمان اجي على الخط الفاصل برضو بالعرض واضغط كده بحيث اشوف. انا كده هقدر اشوفها كويسه. احدد الفورم بتاعي بكليك عليه، بلاحظ ان هنا البروبرتي اللي هتعامل معاها الخاصه بالفورم. اي خاصيه هغيرها من هنا هتتغير قدامي. ايه اللي انا بعمله دوت؟ انا بصمم لسه الفورم. التصميم ده مرحله التصميم، ان انا برسم شكل البرنامج وبحط عليه الكنترولز للادوات. كل ده هيكون مجرد صوره، مش هيعمل اي حاجه غير لما بعد كده ابني الكود. وهناخد في الشابتر الجاي ازاي نتعامل مع الكود ونحط فيه تحت الكود ده، تحت الباتون ده، كود او بروسيجر او اجراء لما اضغط عليه هيبدا يتنفذ. لكن احنا هنركز على البروبرتي او الخصائص. انا عندي مثلا اله حاسبه على سبيل المثال كالكوليتور في الويندوز، بلاحظ ان هي على سبيل المثال عطل لي الزرار اللي اسمه ماكسمايز، ماكسمايز باتون ده عطله لي. طب انا عايز اعمل كده، يعني عايز اقلل ده او اخفي حتى اوكس او اخفي حتى المينيمايز، كل ده متاح عندي. ادور هنا على ماكسمايز باتون او ماكسمايز، هنا بدور على حرف الام بالنسبه لي، اتاكد ان انا واقف في الفورم، لان لو وقفت على الباتون هلاحظ ان مفيش فيه البروبرتي دي او الخصائص دي. فاخد بالي ان انا واقف على الفورم 1، لازم اتاكد ان انا واقف على الفورم 1، وادور بالابجدين على حرف الام. هلاحظ ان هنا ماكسمايز بوكس هي المفروض بتكون ترو الديفولت بتاعها، انا اخليها فولس مش عايزها، عشان لما اتنقل لمرحله العرض او الران تايم او مرحله التشغيل، وهنشوف ازاي اشغل او اجرب اللي انا شفته ده. بضغط على ستارت ديباجنج من هنا، او اختار من قائمه ديباج واختار ستارت ديباجنج، او اختصار اف 5. اف 5 يوريني المنتج النهائي هيبقى شكله عامل ازاي. ده المنتج النهائي بتاعي او هيبقى عامل كده. طبعا قلنا ما عملناش اكواد، ما فيش اي تاثير لسه هيقع على الكائن ده، لان انا ما عملتش لسه اكواد. لكن انا اللي عملته هنا الخصائص بتاعتي ظهرت. ايه هي الخاصيه اللي ظهرت عندي؟ ان انا لغيت الماكسمايز باتون، هوقف التشغيل من اما من اكس من هنا، او كنت اغير برضو من هنا. عايز اخلي المينيمايز هو كمان يعطل، ادور على المينيمايز بوكس واخليه فولس بالشكل ده. طبعا الخصائص دي خاصه بالفورم بس، لو الاحظ ان في ادوات ما فيهاش بقى ماكسمايز ومينيمايز بالشكل ده اتعطلوا اهم وما ظهروش اساسا. حبيت اخفي علامه اكس دي كمان للاغلاق، يعني عايز مش عايز كلوز باتون دي كمان. بدور على الكنترول بوكس، الكنترول بوكس اللي هو التحكم هخليه فولس، بلاحظ انه اختفى كمان زي الرسائل الدعائيه اللي بتظهر لي اللي ما فيش فيها زر اغلاق. المبرمج بيكون خفى زر الاغلاق عشان يمنعني من اني اقدر يمنعني اني اقدر اقفل الويندو او النافذه دي. عايز استغل ميزه كمان في البروبرتي ويندو، ان انا عندي تحت هنا في ديسكريبشن او توضيح لكل عنصر انا بحدده. لو اخترت باك كلر مثلا، بلاحظ هنا بيقول لي باك كلر، بيقول لي ذا باك جراوند كلر اوف ذا كومبوننت، العنصر ده لونه. طب السايز، الاوتو سايز مثلا، اوتو سايز سبيسفايز وذر ا كنترول ويل اوتوماتيكلي سايز اتسيلف تو فيت اتس. طبعا هنا شرح برضو لو عايز اعرف الاداه دي بتعمل ايه، ممكن اكبر مساحه الديسكريبشن او الشرح بتاع التول بتاعتي الخاصيه بتاعتها ازاي. طيب هنتكلم على خاصيه اخرى، ازاي احول الفورم ده لاتجاه اليمين، اخليه اتجاه اليمين. طبعا بدور على رايت تو ليفت، كلمه ار بدور عليها رايت تو ليفت اهو، اخليها هي الديفولت نو، اخليها يس كده بقى اتجاهه. نلاحظ ان كلمه سامح دي بقت ايه في اليمين. كمان رايت تو ليفت لاي اوت مهمه جدا، لاي اوت دي يعني العناصر بقى اللي جواها هي كمان تبقى باتجاهها ناحيه اليمين، فاللاي اوت دي مش هتتاثر الا اذا كنت انا مفعل اصلا رايت تو ليفت من الاول. يعني لازم اخلي اتجاه الفورم نفسه ناحيه اليمين، بعد كده اخلي الادوات جواه تخطيطها او ترتيبها ناحيه اليمين. شو ايكونز، الايقونات اللي بتظهر ممكن اظهرها
واخفيها. لكن طبعا دي مش هتتاثر او مش هتظهر لان انا خافي الكنترول بوكس، يعني الكنترول اللي عندي اهي لازم اظهرها الاول، كنترول بوكس خليها ترو عشان الايقونه تبتدي تظهر بتاعت البرنامج. الايقونه دي لو غيرتها زي اي برنامج بيبقى ليه ايقونه، بختار صوره صغيره طبعا تبقى ايقونه اول ما البرنامج يفتح تظهر في التاسك بار وتظهر برضو هنا كايقونه زي الايقونه دي بالظبط. حبيت اغير خاصيه كمان زي الايقونه اللي بتظهر دي، انا كل اللي عليا اني احدد الفورم بكليك عليه عشان نفذت بروبرتي او الخصائص يجي فيها فورم 1، ادور على الايكون بروبرتي ادور عليها حرف الاي طبعا، اغير الفاليو بتاعتها او القيمه بضغط هنا وبعدين بيقول لي فين الصوره بتاعتك، بختار مثلا من دي اكون عارف الايقونه بتاعتي فين احددها، اقول له اوبن، بلاحظ ان هي اتغيرت. اي تاثير او اي تاثير في خاصيه انا بعمله هنا بيتاثر بالفورم زي ما احنا عارفين. طيب انا لو جيت افتح الفورم او اشوف ان شكل النهائي هيبقى عامل ازاي، بجرب شوف الشغل النهائي بتاعي هنا الران تايم او مرحله التشغيل، اذا اي دي اي بيئه التطوير المتكامله وفرت لي ازاي اعدل وازاي اشوف واجرب نتيجه التعديل دوت، يعني هنا بيئه متكامله مش هحتاج اخرج لبرنامج لجهاز ثاني اجرب الشغل اللي انا عملته. بلاحظ ان كله اتطبق على التاسك بار، الايقونه ظهرت، الفورم اصبح ناحيه اليمين، اللاي اوت بتاعه اصبح ناحيه اليمين، ببدا اوقف من ستوب من هنا ارجع تاني لمرحله الفورم ديزاين او التصميم، هشوف خاصيه اخرى خاصه بالفورم وليكن مثلا نقول ويندو ستيت، حاله النافذه اول ما بفتح حاله الويندو دي بتبقى عامله ازاي، او النافذه موجوده هنا اهو مش متكبره، مثلا ويندو ستيت يعني حاله الويندو او النافذه اول ما بفتحها. هشوف هغير في دي ازاي من الخاصيه ويندو ستيت، بدل ما هي نورمال انا هخليها ماكسمايزد، ماكسمايزد يعني تبقى ملء للشاشه، لو ضغطت كده بلاقي الفورم بتاعي اتفتح في وضع ملء الشاشه. اقفل تاني وارجع للديزاين مود، او انا في وضع الديزاين هنا. بس هنتكلم عنها في وضع الران تايم او التشغيل، لما بشغل الفورم بتاعي او النموذج بتاعي بكون قادر طبعا ان انا اعمل له موف زي ما احنا شايفين، وكمان الريسايز تغيير للحجم هنا اداني القدره او سمح لي ان اعمل ريسايز للفورم بتاعي. طب انا عايز امنع الشخص انه يعمل ريسايز للفورم، بختار حاجه اسمها ويند فورم ويندو ستيت فورم بوردر ستايل، هنا فورم بوردر ستايل، واختار الديفولت بتاعها سايزابل يعني قابل لتغيير الحجم، لكن انا هختار مثلا اقول له فيكسد سنجل، فيكسد يعني ثابت، واشتغل كده واجرب في الران تايم واشوف ازاي هنا هقدر اكبر او اصغر. ما سمحليش اصلا ان انا اعمل ريسايز او تغيير لحجم الفورم بتاعي، برضو دي خاصيه من خصائص الفورم اللي اقدر اتعامل معاها. حاجه كمان عايز اقول من خلال البروبرتي بين او بينال دي، بلاحظ ان اي خاصيه انا غيرتها بتبقى بولد، يعني اي خاصيه انا غيرت فيها بلاحظ ان هي بتبقى بولد بالشكل ده، الخصائص اللي انا ما جيتش جنبها بتكون لونها عادي ديفولت بالشكل ده، عشان اعرف انا عدلت ايه او غيرت ايه ممكن بنظره على البروبرتي ويندو واشوف ايه اللي انا غيرته. كلمه فورم او النيم لو انا دخلت جوه الكود هدخل جوه الكود ازاي، ممكن ادخل باكتر من طريقه، عندي يعني طبعا ممكن كليك يمين واختار فيو كود او اضغط من لوحه المفتاح F7 او دبل كليك حتى وانا في مرحله التصميم بيدخلني على الكود ويندو، طبعا هنتكلم عنها فيما بعد. لكن بلاحظ ان هنا اسم الفورم اخد اسم فورم 1، اذا عايز اميز بين اسم الفورم اللي هتعامل بيه مع الكود اللي هو النيم والاسم اللي هيظهر عليه اللي هو الخاصيه تكست، يبقى النيم هو اللي بيظهر في الكود والتكست اللي بيظهر في عينيا. كمان عايز اقول لو لقيت علامه الاسترسك، الاسترسك دي يعني النجمه دي مقصود بها ان بيقول لي انت ما حفظتش الجزء ده، طالما ما في علامه استرسك وهنا ما فيش، طالما هنا فيه يبقى بيقول لي الشغل اللي انت عملته ده ما عملتلوش حفظ، بمجرد ما هعمل حفظ على طول بيختفي النجمه، لازم اخد بالي من التفاصيل دي وانا بشتغل لان المفترض ان انا مبرمج. نقطه كمان لازم نفهمها ان انا عندي فيه الديزاين مود وضع الديزاين والران تايم او الران مود، بمعنى ان انا وانا بصمم في شكل ظاهر قدامي وانا بعرض في شكل اخر بيظهر قدامي، قد يكون نفس الشكل بيظهر ويحصل اختلافات ما بتظهرش هنا وبتظهر هنا. هنشوف مثال لو جيت على الكورسر مثلا او المؤشر او السهم بتاعي شكله يبقى عامل ازاي، فهخليه غير من ديفولت وهخليه مثلا نو بالشكل ده. لو انا وقفت بالسهم المفترض على الفورم او النموذج ده هيتغير شكله هنا في اثناء التصميم ما ظهرش، لكن لو عملت الران تايم بالشكل ده او الران ستارت ديباجنج واجي اوقف الماوس بلاحظ ان شكله بيبتدي يظهر عندي.
إذا في خصائص ما بتظهرش أثناء التصميم لكن بتظهر أثناء التشغيل. هنكمل في فيديو آخر بقية الأدوات. اشترك في القناة وخش على منهج الصف الثالث الإعدادي، هتلاقي بقية الفيديوهات ورا بعضها. اسم القناة على يوتيوب سامح جنان.